اليوم الرابع من التجربة الماليزية كان حافلا بالزيارات الميدانية، بداية بمبنى البرلمان الذي يضم ممثلين عن الشعب من مختلف الأطياف والديانات وأغلبهم يدينون بالإسلام. البرلمان الماليزي كان دائما العنصر الرئيسي في تشكيل هوية الدولة والمجتمع على حد سواء، فمنذ أن أصبحت ملكة مملكة إسلامية والإسلام يلعب دورا هاما في جميع أوجه الحياة للمجتمع المالوي، ومنذ ذلك الوقت بدأ ينظر إلى الإسلام على أنه يشتمل على ثلاثة أوجه متداخلة: ثقافي وسياسي واقتصادي. ولعل الوجه الثقافي كان الأكثر بروزا، لأن الإسلام في الحقيقة بقي العنصر الحاسم في الهوية المالوية. بلغة أخرى، فإن الإسلام من ناحية الشعائر والعبادات بقي مهما للمسلمين، لأنه يميز حياتهم الروحية والفكرية المتشكلة ضمن إطار العادات المالوية، وكان عامل استقرار اجتماعي وعنصرا حاسما في مواجهة الأوروبيين والمالاويين غير المسلمين. بعد مغادرتنا للبرلمان توجهنا إلى ساحة الاستقلال التي تعتبر من أجمل وأشهر الأماكن في ماليزيا، أين تقام يوميا العديد من النشاطات والاستعراضات التي يستمتع بها السياح. حاليا موجودين في ساحة الاستقلال أو ساحة إعلان الاستقلال الماليزي. بنلاحظ أنه دائما الماليزيين كانوا حريصين على أنه يخلقوا رموز ونماذج بتوحد الشعب. يعني مثلا في البرلمان بتجد أنه بيضعوا الصولجان باعتباره بيمثل وجود الملك اللي هو بيمثل وحدة الماليزيين بجميع أعراقهم. هنا بنلاحظ في ساحة الاستقلال أنه المتواجدين من جميع الأعراق، صينيين، ملاويين، هنود، من كل الأعراق. فهي دي حاجة جميلة جدا وحاجة ذكية جدا من رئيس الوزراء. Selamat datang. Hai hai Malaysia. القائمون على تنظيم التجربة الماليزية لم يغفلوا على إدراج زيارة لمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المرحلة، أين يولي الماليزيون شعبا وحكومة أهمية كبيرة لقطاع التعليم.
إذن هذه مراحل التعليم في ماليزيا، يبدأ طبعا بما قبل المدرسة الروضة وما قبلها. وبعدين تأتي الابتدائية والإعدادية، والإعدادية مقسمة إلى قسمين. Okay, secondary education can be divided into two. Lower secondary. يسموها الإعدادية لا العالية والسفلي. Higher and lower. الإعدادية مقسمة إلى قسمين هنا في ماليزيا، وبعدين فقط تأتي الـ higher education اللي هي الجامعة. خاطر من مصر، ونحن هنا في زيارة لماليزيا، ونحن الآن في وسط العاصمة الماليزية كوالالمبور. نحن هنا في زيارة لماليزيا للتعرف على أسرار التجربة الماليزية التي أدت إلى نهضتها خلال السنوات القليلة الماضية. زرنا مناطق حكومية، كنا اليوم في زيارة البرلمان الماليزي، وتعرفنا على طريقة عمل البرلمان وكيفية إصدار القرارات والتشريعات. برنامج التجربة الماليزية برنامج جميل جدا، مكنا من زيارة أماكن كنا نعتقد أنه من شبه المستحيل أن احنا نزور هذه الأماكن. اليوم كنا في البرلمان الماليزي وأعطينا نبذة عن البرلمان الماليزي وكيفية صناعة القرار وصناعة القوانين في البرلمان الماليزي، وهذه من التجارب الجميلة جدا. مما أعجبني في هذه الزيارة لطف وحسن تعامل موظفي البرلمان، حيث كانوا يتعاملون معنا بأريحية تامة جدا. الأسرة في ماليزيا شيء مقدس، والمرأة لها تلك المكانة التي أعطاها لها الإسلام، وهنا تحرص وزارة الأسرة والمرأة على تطبيق ذلك من أجل تقوية النسل وتكوين مجتمع مثقف. I'm the head of the Secretariat Unit and the International Collaboration Unit of the National Population and Family Development Board. المرأة الماليزية بدورها جزء من سياقها الاجتماعي والاقتصادي، وبنظرة للطبيعة الزراعية فقد كانت المرأة دائما مشاركة في النشاط الاقتصادي، والنهضة الاقتصادية التي تشهدها ماليزيا تتم بوجود المرأة في مجالات العمل والإنتاج، فهي تمثل 64% من قوة العمل الصناعي، ولدينا في الجامعة الإسلامية 55% فتيات، وعلى المستوى السياسي هناك 8 عضوات في البرلمان. إلا أن هذا لا يعني أن المرأة لا تواجه مشكلات وأعراف تقيد حركتها وتحرمها حقوقها الشرعية الإسلامية، لكن هناك وعيا متزايدا بأهمية التغيير نحو مزيد من العدل والقسط إزاء قضاياها. قرارات عادة تتخذ في ثلاث مسارات في أثناء صناعة الأوطان. الأول مسار الوجود، يعني أي مجتمع من المجتمعات أول حاجة يريد يضمن وجوده، فإنشاء وطن معناها أن نحن نستطيع نحافظ به من غير تقسيم، من غير تمزق، من غير هذا. الجزء الأول اللي هو إنشاء كيان، لو ما عندك كيان بقية الكلام عن بناء الأمة مش موجود. لو موجود الكيان يبقى عندك فرصة أنك تفكر الآن في المراحل الثانية. يبقى أول قضية اللي هي قضية قرارات الوجود، هل القرارات اللي بتتخذها النخبة ستحافظ على وجود الوطن ولا ستؤدي إلى تفتيت الوطن وضياعه؟ هاي قضية في غاية الأهمية. هذا هو المؤشر الأول على وعي أو عدم وعي النخبة. بعد المحاضرة التي ألقاها الدكتور جاسم سلطان والتعريف ببرنامج التجربة الماليزية، توجهنا إلى أكاديمية مكافحة الفساد بماليزيا، والتي سنكتشف معا دورها وأملها بهذا البلد.
headquarters was converted into a academy. هذا المكان والمكان الذي نحن فيه كان عبارة عن هيئة مكافحة الفساد قبل أن تنتقل إلى مدينة بوترجايا. بعد ذلك تم تحويلها إلى أكاديمية مكافحة الفساد. هذه هي جزء من الهيئة. On the 3rd of December 2003. فبدأت بصورة رسمية نشاطاتها في العام 2005 من على يد رئيس الوزراء. فبدأت من العام 2005. So some of recognitions and markers. فهذه بعض recognition بعض الفعاليات التي حصلت في الأكاديمية وكذلك أنه يعني أن تميزهم في متابعة القضايا ومكافحة الفساد فهذه بعض التي أشير إليها. الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ثمرات من ثمرات تطلع الأمة الإسلامية المعاصرة، وتهدف الجامعة إلى استعادة ريادة الأمة وقيادتها في مجال العلم والمعرفة، وتتمتع الجامعة بعلاقات متميزة مع عدد من الحكومات والمؤسسات عبر العالم، فهي عضو في الاتحاد الدولي للجامعات واتحاد جامعات الكومنولث واتحاد جامعات العالم الإسلامي. مولاي صل وسلم دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا هي أحد مشاريع منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة من بينها الجزائر طبعا. منظمة التعاون الإسلامي عندها 4 جامعات إسلامية عالمية، أحدها هو هنا في ماليزيا، ولقد تكفلت الحكومة الماليزية بتمويل مشروع هذه الجامعة، وهي جامعة تضم كل التخصصات العلمية. عندنا 170 تخصص داخل الجامعة بما في ذلك التخصصات العلمية كالطب والهندسة والاقتصاد والقانون والتربية والعلوم الإنسانية بالإضافة إلى العلوم الإسلامية. لأن هذه الجامعة جامعة عالمية تضم 30,000 طالب، منهم 7,500 طالب أجنبي، بمعنى 25% من طلبة هذه الجامعة طلبة أجانب يمثلون أكثر من 120 دولة. والحمد لله يعني عدد الطلبة الجزائريين في هذه الجامعة يتجاوز 200 طالب، وقد تخرج منها أكثر من 700 طالب جزائري أغلبهم في الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه. تجربة ماليزيا في النهوض والتقدم تجربة ثرية بها الكثير من الدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول العربية والإسلامية في الخروج من حالة الضعف التي تعاني منها والانضمام إلى الدول المتقدمة في الغرب والشرق. والنهضة يمكن تحقيقها من خلال دراسة التجارب الناجحة للدول المتقدمة والاستفادة منها، ومن خلال قيام المفكرين والعلماء بدورهم في التغيير والإصلاح وتوفر الإرادة السياسية والمشاركة الشعبية.